بسم الله، خلونا نرسم شكلنا على الطب، شكل الثنائي الأبعاد. وليكن مثلا اختار بول لاين وفعل معايا الأورثو والأوبجكت سناب عشان أسهل على نفس الشغل، وممكن أقول له الجريد سناب. أبدأ أرسم مثلا حاجة بالشكل دوت. ممكن أجي بقى هنا مثلا في الفرونت وأبدأ أرسم بشكل آخر. أرسم حاجة بالشكل دوت كده. طيب عايز مثلا، تعالى نشوف الحاجات دي في 3D اهيت. تمام، عايز اخلي في انبثاق ده وانبثاق دوت. فهاجي هنا هقول له انا عايز السيرفس ديت يتعمل لها سرود كيرف. تمام، ابدا ادخل القيم اللي انا عايزها، اقول لكم مثلا حاجه بالشكل دوت. تمام، طيب والشكل الاخر دوت برضه هاجي هنا اقول له انا عايز السيرفس، هقول له اكسترود كيرف، وروح مدخل الحاجة مثلا حاجة بالشكل دوت. تمام، طيب كده أنا عندي الشكلين دول، فأنا عايز أحتفظ بالحاجات اللي مشتركة بينهم. تمام، فهاجي مثلا أحدد، أقول له هنا أنا عندي أمر هنا اسمه سبيريت، أقول له دوت سبيريت رقم واحد. تمام، أقول له سبيريت، فهو قطع الاتنين. تمام، بدأ يعمل مش تمام. طب هعمل بقى العكس، الشكل ده الأول وبعد كده الشكل دوت. طيب خلينا بقى نعمل سيلكت الجزء ده ونلغيه والجزء ده نلغيه، فنلاقي الأجزاء المشتركة بينهم بالشكل دوت. دي من ضمن الحاجات السريعة اللي تقدر تعمل جديد لشكل مجسم، ترسم 2D وتعملهم اكسترود وبعد كده تبدأ تطرحهم من بعض. طيب لو أنا عايز أرسم شكل مثلا هنا، تمام، مثلا عايز ارسم على الواجهه ديت، ممكن اجي هنا ماشي واجي اقول له انا عايز ارسم مثلا، نرسم ايه، نرسم مثلا شكل بيضاوي. خلينا نرسم شكل دوت اهو. بالشكل دوت تمام، واعمل له اكسترود. تمام، خلينا نعمل سيلكت عليه واقول له سيرفيس، واقول له انا عايز اعمل اكسترود للشكل دوت. تمام، او ممكن تعملها من خلال السوليد ونشوف اكسترود بمقدار قد ايه. تمام، وبعد كده هروح هنا لل للسوليد تولز، اشوف الاداء اللي هي انها ممكن اطرحهم من بعض. تمام، اقول له انا عايز ده الشكل دوت. بروجكت سيلكت سيرفيس تو سب استراكت ويز، اقول مثلا اطرح لي دوت، فيبدا يطرح لي بالشكل ده. زي ما شفت الامور سهله جدا ان انت ترسم اشكال وتعمل طرح من بعض. ولو جيت في سوليد هنا هتلاقي اشكال كتيره جاهزه، ممكن ترسم مثلا بوكسز كورنر كورنر، وبعد كده تديله الهاي، تقول له انا عايز ارسم مثلا سفير من خلال نقطه او من نقطتين او الراديوس زي ما انت عايز. وهتلاقي أدوات كتيرة جدا وتقدر تجمعهم وتطرحهم وتضربهم وتقسمهم زي ما انت عايز. تمام، هتلاقي في أدوات كتيرة مساعدة جدا جدا في البرنامج ان يعني انت تعمل أشكال كتيرة بسهولة. تقدر تعمل مجسم بشكل البيت مبدئي، وبعد يعني تعمل مثل للشغل، وبعد كده تبدأ تعمل الدراسات عليه. هو ممتاز جدا لو دخلته على جروس هوبر أو يعني استخدمت جروس هوبر معاه، بتلاقي أدوات كتيرة جدا أدنس مجانية تقدر تعمل تحليل لأداء المبنى. ولو شفت شكل معين كويس وجميل تقدر تشتغل بيه في قلب البرنامج. من الحاجات المهمة اللي عايز اختم بيها الفيديو دوت، ان الادوات اللي بتسهل الشغل دي ما تغرناش ان احنا نستخدمها وهي مش هتفيد المالك او المستخدم بتاع المبنى. اهم حاجة بالنسبة لنا الاند يوزر والمستخدم النهائي. ممكن يكون في شكل جميل قوي وبتاع، بس اهدار للمساحة واللي موجود مش مستمتع بيها بالمبنى واكل انت حاجات مجرد عشان تعمل شكل. فلا، الاهم حاجه بالنسبه لي الشغل اللي انا اصمم صح، وان انا اعمل الاداء الوظيفي صح، والحاجات دي كلها.
وبعد كده نشوف الشكل. بس ما ينفعش عشان انا عايز اعمل شكل طاووس او عايز اعمل شكل حلو وبتاع، او في لقيت اداه بتعمل الشكل المبني بيقعد يلف كده وبتاع، فاروح استخدمها واخلي الناس تدعي عليا والسلم ضيق وكل حاجه ضيقه لمجرد ان انا عايز حاجه شكلها حلو. لا، الشكل يتبع الوظيفه، لازم نشوف المبنى هيستخدمه ازاي وبعد كده نشوف اي افضل شكل ممكن نستخدمه.